النهارده اخونا محمد عبد العليم احد الشهود في قضيه الاخت كماليا شحاده زاخر. ان شاء الله شفنا كنا عايزين نسال حضرتك، بس حضرتك متى تقابلت مع الاخت كماليا شحاته؟ انا تقابلت مع الاخت كماليا شحاته يوم اسلامها، يوم ما راحت مع الاخ ابو يحيى، الشيخ ابو يحيى الازهر، وتم مطاردتهم من قبل الامن. واول ما ابو يحيى خرج كما روى يعني ان هو خرج من باب تاني، هو والاخت لما لقى واحد بيشاور عليهم فخرج جه على عندي انا هنا، جه على عندي على طول على المكتب هنا. نعم ما شاء الله. طيب الموقف اللي جمع حضرتك مع الاخت كماليا الاسيره كماليا شحاته ازاي؟ هو مع وصول الشيخ ابو يحيى هنا دخل الاخت كماليا في الاوضه اللي احنا قاعدين فيها ديا. نعم. وخرج، كنت انا واقف بره الاوضه، فخرج قال لي عايزين نعمل سيرش على النت على اسم كماليا شحاته. نعم. فانا سالت قلت له مين هي كماليا شحاته، قال لي الاخت اللي قاعده جوه دي اخت اسلمت، والنصارى عاملين مظاهرات في الكنيسه وطالعين بسبب اسلامها. نعم. فدخلنا على النت عملنا سيرش، بدأت تنزل الكليبات اللي كانت مصورة في الكنيسة، المظاهرات اللي هم عملوها، الوقفات اللي هم عملوها في الكاتدرائية هنا. أول كليب نزل الكليب اللي اتعمل في الكاتدرائية. نعم. ولقيتهم كاتبين خطف كاميليا وبعض الورق والحاجات اللي هم كانوا بيرفعوها، الشعارات اللي كانوا رافعينها، اللافتات اللي كانوا بيرفعوها ان هي مخطوفة وان لازم ترجع وان تم خطفها وحاجات من هذا القبيل، بالاضافة للسب العادي يسبوا الاسلام طبعا. طبعا بس كان تمام كده زي ما حضرتك بتقول، بس اللي كان اول حاجات كانت نازلة اللافتات اللي بيقولوا ان هي مخطوفة. فكنا بنتفرج على الكليبات، فدخل الشيخ ابو يحيى للاخت كماليا وقال لها ارفعي النقاب. طبعا كان وقت اسلامها كان في شهر 7، فكان الجو كان حر جدا. فدخل قال لها يا اختي ارفعي النقاب، احنا هنقفل الباب عليكي. فهي يعني قالت له ان هي يعني مبسوطه جدا من لبسها النقاب وان هي ثابته جدا. ذكر اللي هي كانت بتتمنى رداء النقاب ده. ان هي ذكرت له ان هي كانت تتمنى لبسه قبل قبل الاسلام، من الحاجات اللي دخلتها الاسلام، من الحاجات اللي اثرت فيها ودخلتها الاسلام، العفه وستره المراه في الاسلام. بعد كده في الوقت اللي احنا بنتفرج فيه على الكليبات بتاعه المظاهرات بتاعه النصارى، اذان العصر. نزلنا بدأنا نتوضأ وننزل لصلاة العصر. فكان معايا الأخ محمد أبو وادي اللي كان سائق العربية من الأزهر، والأمن تتبعها لحد المكتب التاني بتاعنا في وسط البلد. ده كان أحد الشهود على إشهار كماليا. الشاهد التاني كان أبو يحيى والأخ محمد أبو وادي. فلما تم مطاردتهم، فالشيخ أبو يحيى خرج محمد أبو وادي من باب يسوق العربية، وهو خرج من باب تاني زي ما هو روى. فالأمن تتبع العربية اللي محمد أبو وادي، إيه عربية الشيخ أبو يحيى. فمحمد أبو وادي راح عند المكتب التاني، ركن العربية وجي على المكتب بتاعنا، المكتب اللي احنا قاعدين فيه دوت. جاء فبقول له يا محمد احنا هننزل وهنقفل عليها، واحنا بنبقى يعني عندنا تحفظ قوي مع التعامل مع النصارى المسلمين الجدد اللي كانوا نصارى واسلموا، على اساس ان ما يحسوش باي مهانه من دخولهم في الاسلام، برضو بيبقوا هم حساسين جدا بعض المواقف ممكن تاثر فيهم. فانا قلت لمحمد احنا هنقفل عليها، فقال لي ما فيش مشكله. فانا دخلت طلعت مفتاح الشقه وقلت لها احنا هننزل كلنا نصلي العصر، وكان كل المكتب نزل وما فيش غيري انا ومحمد في المكتب. فقلت لها احنا هننزل وانت اقفلي على نفسك من جوه، وما تفتحيش لاي حد يخبط غير لما احنا نيجي، انا معايا مفتاح تاني للمكتب. ليها منطلق الحريه يعني. بحيث ان هي ما تحسش ان هي محبوسه او احنا حبسناها او احنا مش واثقين فيها. يعني برضو ممكن تجي لها يعني تحس ان احنا مش واثقين فيها، خايفينها تسرق حاجه او حاجه زي كده. طبعا عن الاختبارات اللي الشيخ ابو يحيى عملها في الاول معاها والكلام ده كله، طبعا سالها وشافها ثابته على الدين ولا لا والكلام ده كله. يعني ده كانت من ضمن المواقف اللي حصلت مع
حضرتك يعني في القضيه. تمام. المهم جيت قلت لها اختي كماليا خدي المفتاح. نعم. اقفلي على نفسك من جوه. فقالت لي لا انت اقفل من بره. نعم. انت خده واقفل بيه من بره. فده يعني من الادله. نعم. القاطعه ان هي ما كانتش مخطوفه ولا كانت اي حاجه. ده هي بنفسها بتقول اقفل عليا من بره. بتقول اقفل عليا من بره. فنزلنا صلينا العصر وطلعنا. قعدت برضو قعدوا ما يقرب من ساعه في المكتب عندنا. نعم. برضو قعدنا نتابع الكليبات. نعم. واخدها ابو يحيى ونزل. نعم. راح المكتب الثاني. المكتب الثاني برضو. نعم. ربنا يجزيك خير. ربنا يحفظك. طيب شيخنا. طيب احنا في عجاله. احنا بنعمل بس لقاء بسيط كده ان شاء الله مع الاخوه يعني اللي كانوا شاهدين في قضيه الاخت. فعايزين حضرتك في عجاله كده سريعه توصل رساله بس لعامه المسلمين او لحد يعني الرساله حضرتك عايز توصلها للمسلمين عامه يعني. والله انا الامر اللي مأثر فيا طول الفتره اللي فاتت لان انا كنت من شهود العيان على اسلام كاميليا ومن الناس اللي شافوها. نعم. فانا جالي يعني احساس ان دي اكنها اختي واتخطفت. صحيح. فدي من الحاجات اللي أثر فيا جدا 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 عدم اهتمام بعض المشايخ. نعم. بالامر. وده في بداية الأمر إن هم وصل إن ما تكلموش فيه بأي حال من الأحوال. ودي كانت من الحاجات اللي مأثرة فيا. زاد التأثير جدا لما نزلنا الوقفة اللي كنا عاملينها قدام مجلس الدولة. نعم. وطبعا الشيخ أبو يحيى بين إن إحنا ما كناش نازلين محضرين لها. إحنا نزلنا يوم جلسة الأخت كاميليا. نعم. بشكل تلقائي جدا. نعم. يعني إحنا ما حضرناش إن إحنا ننزل زي ما بعض البرامج الاعلاميه. نعم. البرامج الاعلاميه قالت علينا ان احنا نزلنا عشان خاطر نعمل فتنه طائفيه. احنا نزلنا اللي هم اعتدوا علينا بالكلام واللي احنا نزلنا قصرنا ووقفنا طرق. بفضل الله النقله كان الوقفه كانت متصوره اعلاميا الحمد لله رب العالمين وكانت في منتهى الاحترام. وانا اظن انها من اكثر الوقفات المحترمه. نعم. اللي كان الاخوه فيها بيقولوا يعني كل الاخوه. نعم. على كلمه واحده اعطي الطريق حقه. نعم. يعني كانوا بناخد جنب من الطريق عشان العربيات تمشي عشان الطريق ما يقطعش. نعم. زي ما كتير من الناس بتحاول تضغط على الحكومه بقطع الطرق. بالظبط. فاحنا كنا بناخد جنب معين بحيث ان العربيات تمشي. نعم. بحيث ما يبقاش في اي ضغوط. احنا نازلين بحيث ان احنا نتابع القضيه عن قرب. نعم. فنزلنا ساعتها وكان الكلام كله بمنتهى الاحترام. نعم. فاللي زاد يعني زعلي او زاد يعني الموقف اللي اثر فيا جدا عدم اهتمام بعض المشايخ. نعم. بالوقفه دي. آه وما نزلوش معانا يعني. وانا يعني اظن ان دي قضيه امه. قضيه صحيح. قضيه عرض امه. عرض امه كامله يعني. انا بتخيل ان ده عرض امه. دي اختي او 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 او, أو امي. صحيح. وحد اخذها خطفها. فكلنا بنتصرف من المنطلق ده. نعم. فانا اتمنى ان المشايخ تتصرف من نفس المنطلق ان هو. نعم. يتخيل ان هي زي بنته واتخطفت. نعم. صحيح والله. هي فعلا اخت لينا واخت لعامه المسلمين كلهم ان شاء الله يعني. وفي النهايه ان شاء الله نشكر اخونا محمد عبد العليم وجزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.